وبينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك معنا، وتابعنا خلال يعني الدقائق الماضية لقاء جمع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين عقب بالتأكيد الاحتفال بعيد الشرطة 72. في البداية يعني رئيس السيسي تحدث عن عدد من الأمور، منها أولويات الدولة في عام 2013 والفرق ما بين يعني تكلفة التحرك في هذا الوقت وتكلفة نتائج التحرك فيما بعد، وأن التحرك كان ضروري في هذا الوقت لمجابهة عدد كبير من التحديات. كيف تابعت هذه التصريحات من رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين والإعلاميين أستاذ جمال؟ يعني تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة أنا تابعت بدقة ويعني قرأت رسائل السيد الرئيس. أولا خلينا نتفق على أنه هذه الرسائل جاءت من رحم الواقع المصري، وأنه هنا إشارة لابد من التأكيد عليها، أن الرئيس تحدث وهو يشعر بالمواطن المصري ويضع أمام المواطن المصري التحديات التي يعيشها المواطن في نفس الوقت وتمر بها الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق على الصعيد الداخلي المتعلق بالحالة الاقتصادية والأسعار. وأكد الرئيس على أنه يشعر بكل ما يعاني به المواطن، أو سواء على المستوى أو على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بالتحديات التي تمر بها المنطقة والإقليم، ويعني على أيضا فيما يتعلق بالحرب على غزة. وبالتالي هنا نحن أمام رسائل مصارحة ومكاشفة ودقيقة وواضحة، وتنطلق من قواعد وتضع المجتمع المصري وكل الشعب المصري أمام المسؤولية الحقيقية وأمام إدارة هذه الملفات بشكل أعمق. أيضا هنا نذكر بعضنا البعض أن هذه الرسائل لم تنسى يعني المراحل التي مرت بها الدولة المصرية منذ 2011 وحتى هذه اللحظة، ونفتح قوس ونتوقف. علينا أن ننظر في مرآة عقد مضى منذ 2011 ونتوقف على سبيل المثال رقم واحد في مكافحة الإرهاب والتكلفة المليارية التي دفعتها الدولة المصرية لمواجهة ومجابهة هذا الإرهاب وهذا التحدي الكبير. رقم اثنين هو فيما يتعلق، وده ذكر السيد الرئيس بشكل واضح، بنية التحتية لبناء الدولة. يعني مر كان عاشت على مدار نصف قرن أزمات في بنيتها التحتية وبنائها، وأمام دولة يزداد عدد سكانها ما يزيد عن 2.25 مليون كل عام. كل هذا يعني كان يحتاج إلى وقفة وسط صراعات وسط عالم متغير. كانت الدولة تواجه الإرهاب من ناحية وتبني نفسها وتبني ذاتها وتنبثق من ذاتها من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة تحاول إعادة ترتيب أوراقها في الإقليم وفي العالم. كل هذا يأتي وسط تحديات وصراعات. فيما يتعلق بفكرة يعني التأكيد، وهنا يعني هذا الاحتفال وهذه الكلمة والاحتفال بمناسبة العيد 72 لرجال الشرطة البواسل، يأتي وسط موجات جديدة من التحديات وموجات جديدة من الصراعات وموجات جديدة. انت امام نظام عالمي جديد يتشكل الان، وبالتالي هنا يعني التحدي كبير على الدولة المصرية. نحتاج الى مزيد من الهمة. تتزامن هذه التحديات مع ظروف اقتصادية. الرئيس يعني اكد وتحدث بشفافية مطلقة وكاملة امام المواطن انه لن يترك المواطن في هذه المعاناة، وأنه يشعر به، وأن الدولة تبذل كل المجهودات من أجل تحسين وضع المواطن. تبعنا هذه الرسالة في إصرار وحرص. هو الحقيقة كان في يعني رسائل عديدة منذ صباح اليوم في هذا الاحتفال، رسائل عديدة للرئيس السيسي خلال الاحتفال في محاور كثيرة متشعبة سواء في الداخل وأيضا في الخارج. ولكن السؤال الذي طرحه رئيس السيسي قبل لحظات في لقاء مع عدد من المسؤولين والإعلاميين، هل كان لدينا خيار
للتعامل مع التحديات التي واجهتها الدولة في عام 2013؟ شوف يعني في الحقيقة الخيار الوحيد هو المضي قدما في بناء الدولة بكل مؤسساتها واستعادة هوية الدولة المصرية واستعادة الوجود. وأنا أقصد وأعني تماما فكرة الوجود. أنت أمام دولة قبل ثورة 30/6/2011 كانت مختطفة، يعني الوجود المصري بأكمله كان مهدد. أنت في الداخل أمام حكم جماعة إرهابية قبل 30/6، وفي الخارج هناك يعني حرص شديد على أنه المطلوب لرقبة الدولة المصرية، وبالتالي هنا أنت كنت احتياط نقدي دولة على حافة الإفلاس، مشاكل اقتصادية غير مسبوقة، انهيارات مقترح قهر. لم يكن أمامك سوى أن تنطلق بقطار الدولة المصرية إلى أقصى سرعة في هذا التوقيت الصعب، وأنت بتسير بسرعة وسط توقيت صعب أن تبني تحارب على كل الجبهات. نرجع نفكر بعض ونرجع يعني الجبهات اللي كانت مفتوحة كانت تحتاج، صدقني وأنا بتكلم ده كلام يعني بشكل صادق شهادة للتاريخ ولربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول، إنه ما حدث كان يحتاج إلى على الأقل من 20-30 سنة لكي تستعيد الدولة عافيتها. وبالتالي هنا الفواتير لابد أن تكون مكلفة، لأنه أنت أمام خيار، إما عدم الوجود الدولة المصرية وإما وجود الدولة المصرية ومقدراتها واستعادة هويتها وترسيخ مكانتها واستعادة وجودها في المنطقة والإقليم. وهذا أمر لابد أن يكون مكلف، دفعنا ثمنه من أرواح الشهداء، البواسل من الجيش والشرطة، ثمنه اقتصاديا، ثمنه، ولكن في النهاية هو ده السبيل. لأنه هنا في رسائل مهمة، إنه الشفافية عنوان، الصراحة عنوان. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مهمة قيادة الدولة المصرية ومسؤولية الدولة المصرية في 2014 واتخذ منهج الصراحة والوضوح والشفافية ومصارحة المواطن المصري منهجا رئيسيا، وبالتالي يضع دائما أمام المواطن وعلى المواطن المصري كل التفاصيل المتعلقة التي تقول وتؤدي إلى أنه لم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما نحو الأمام ونحو بناء هذه الدولة. لأنه بناء الأمم يستند إلى علوم الدول هناك. وخلينا نقول أنه إحنا أمام رئيس يقرأ دفتر أحوال الدولة المصرية كل طلعة شمس، دفتر أحوال ما يزيد عن 100 مليون مصري لديهم، يحتاجون إلى كهرباء، يحتاجون إلى ماء، يحتاجون إلى صحة، يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون يعني تكلفة كبيرة جدا في ظروف يعني وتحديات كبرى جدا. وفي نفس الوقت أنت ستمضي بشكل سريع وبشكل قوي وبشكل ثابت وسط عالم متغير. أنت هنا يعني في الحقيقة الدولة المصرية تفتح عين المسؤولية عن آخرها لتجابه وتواجه وتبني في نفس التوقيت. نعم. وبالتالي هنا الخيار الحقيقي واللي أنا بحب أكد عليه مرة ثالثة، إنه خيار الوجود مكلف، لكن لا يجب ولا يمكن ولن يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الفوائد. حضرتك اتكلمت عن المصارحة والمكاشفة في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما هي أهم الرسائل اللي تابعتها حضرتك خاصة بتحليل الوضع الراهن والأزمة، إن كانت الأزمة الإقليمية اللي بنعيشها وبتأثر علينا بالتأكيد، وأيضا الأزمة الاقتصادية ومشكلة الدولار؟ طيب فيما يتعلق نبدأ بالدولار، السيد الرئيس يعني كان واضحا جدا، أكد على أنه أزمة الدولار يعني هو يشعر بها ويتابعها، وهناك يعني أسباب لأزمات الدولار أو قلة الدولار في الداخل، وتتعلق بأن احنا بنشتري شهريا بنحو 2 مليار
دولار خدمات أساسية للمواطن وحاجات وضرورات حياتية للمواطن المصري لا يمكن الاستغناء عنها، وأنها تباع في الداخل في الجنيه المصري. وبالتالي هنا فيما يتعلق بهذه الجزئية أن هناك يعني وأنا سبق أن قلت ذلك، أن هناك مجال التفكير تعمل الآن على الصعيد الاقتصادي لحل هذه الأزمة ومجابهة هذه الأزمة وهذا الصعود المارد للدولار، ويعني لدينا أمل كبير جدا في حل هذه الأزمة. من ناحية ثانية أنه السيد الرئيس أكد على أنه النسخة الثانية من الحوار الوطني ستشهد نقاشات عميقة وكبيرة وواسعة للملف الاقتصادي، تضم خبراء ويعني ومتخصصين ومختلف شرائح المجتمع ومختلف القوى السياسية للوصول إلى أفضل حلول ونتائج يمكن تقديمها على مائدة صانع القرار الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن. في على الصعيد الخارجي تحدث بصراحة عن قضية عن أم القضايا وهي القضية الفلسطينية والحرب على غزة. السيد الرئيس قالها صراحة وبوضوح، يعني انه معبر رفح، واحنا يعني تحديدا هذه الجزئية يعني لابد من التأكيد عليها حتى نقطع الطريق امام المجاهدين، ونحن لا نحتاج كما قال السيد الرئيس الى احد لكي يؤكد لنا ما نفعله مع الاشقاء في غزة وفي فلسطين. انه معبر رفح مفتوح على مدار 7 ايام، يعني على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم لم يغلق لحظة واحدة، وأن كل المشاكل التي من الممكن أن تحدث أو كانت تحدث كانت بسبب يعني تعنت الجانب الإسرائيلي. وإلى ذلك أيضا فيما يتعلق أنه تأكيد السيد الرئيس على ضرورة تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، وهنا يعني هنا نوبل القيادة المصرية، نوبل الدولة المصرية، نوبل الشعب المصري. القضية الفلسطينية موقف الدولة المصرية منها لن يتغير قيد الملا منذ سواء على مر التاريخ أو سواء في الحرب السابع من أكتوبر 2023، والموقف سواء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أو موقف المؤسسات الدولة المصرية موقف ثابت وواضح وقوي والعلني وشفاف أمام كل قادة العالم، سواء يعني وزير الخارجية الأمريكي في لقائه مع السيد الرئيس هنا، سواء المستشار الألماني، سواء مكالمات السيد الرئيس مع الرئيس الأمريكي أو مع كل قادة العالم، كان الكلام واضح والخطاب واضح ومفردات الدولة المصرية ثابتة وقوية، وأنها لن تتخلى عن مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67، وهذا أمر يعني لا يمكن أن تخطئه عين أي من أطراف القضية، ومصر بذلت وتبذل وستبذل وستواصل مجهوداتها. والرد الحقيقة أيضا يعني الرد كان واضح بشكل كبير لأي شخص يمكن أن يشكك، وعلى بالتأكيد الادعاءات التي تقال على الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي بأن مصر ربما لديها جزء من المسؤولية في عدم دخول المساعدات، كل هذا كان في رد واضح عليه. وحتى رئيس سيسي قال ما تستنوش حتى البيانات اللي ممكن تنفي ده، لازم تثقوا في الدولة وفي موقفها من ما يحدث في قطاع غزة. يعني ده معناه انه يعني السيد الرئيس يؤكد على ان هناك ثوابت في قلب الدولة المصرية لا تحتاج الى برهان ولا تحتاج الى دليل، وان يعني هذه القضية، شوف الموقف المصري موقف شريف، خد بالك هنا شريف، انا اعني كلمة شريف، مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بشرف، وهنا يعني مهم المصطلح ومهم المعنى، لانها كلمتها واحده لا تحمل اكثر من كلمه ولا تقول اكثر من خطاب. وبالتالي هنا يعني المجايدات التي تاتي من هنا او هناك او يستثمرها ويروجها الكارهين لي او الكارهون للدوله المصريه، ده امر يخصهم شانهم هم، لديهم مشاكلهم الخاصه، لكن يعني الثابت والراسخ هو ان الدوله المصريه تقوم بواجبها للاشقاء في غزه. المعبر مفتوح على مدار 24 ساعه، على مدار 7 ايام، على مدار لم يغلق لحظه واحده،
العالم كله يعلم تماما أن الدولة المصرية تقدم المساعدات، وأن القيادة السياسية في مصر قالت كلمتها منذ اللحظة الأولى. إحنا لا نذهب بعيد، وخلينا نتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط عدم دخول أصحاب الجنسيات الأخرى من معبر رفح قبل أن تدخل المساعدات بالفعل إلى 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 غزة. نحن نتحدث عن دولة بحجم مصر لها تاريخها ولها قوتها ولها وجودها. نعم. يعني مهما بلغت التحديات، وخلينا نقول إنه يعني هذه مطبات سرعان ما تعبرها الدولة المصرية وتصعد ويعني تفقد، وهي فرضت بالفعل خطابها على العالم تجاه. ويرجع ونقول هنا الله، واحنا لغايه من 7 اكتوبر لغايه 15 اكتوبر كان الخطاب ليه لغه معينه، بعد 15 اكتوبر نجحت الدوله المصريه في كل مؤسساتها الدبلوماسيه الرئاسيه وكل مؤسسات الدوله المصريه نجحت في ان تغير الخطاب، لانها اتسم هذا الخطاب الذي فرض نفسه على قاده العالم وعلى النظام العالمي بالكامل، خلينا نقول بشكل مباشر يعني، لانه اتسم بالقوه وبالصراحه وبالشفافيه وبالوضوح، وان هذه القضيه قضيه مركزيه بالنسبه للدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تخرج الاكاديميات العسكريه من قبل او في اصطفاف لقواتنا المسلحه في اكثر من دوله، اكد على انه لن يسمح بالتهجير للاشقاء الفلسطيني ولن يسمح بالقضيه الفلسطينيه، وكل هذا يعني مرتبط بعضه البعض، وفي النهايه الرساله كانت واضحه الى من يهمه الامر. والحقيقه الموقف بالاخص من قضيه التهجير يعني كان واضحا منذ البدايه، و يعني هذا الموقف تم ترجمته للعالم أجمع، والآن الكل أيضا يتحدث عن مخاطر التهجير التي تحدثت عنها مصر منذ البداية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.